آراؤكم أكثر من مجرد وجهات نظر، هي أرقام وإحصائيات دقيقة، ويقتصر دورنا على عرضها وتحليلها ومقارنتها بتلك التي تقدمها جهات مغايرة. وفي النهاية غايتنا نبيلة، والحقيقة تظل بين السطور، ووحدكم من يستشفها. سأبدأ بموضوع الأسرة ووضع الطفل فيها. هذه الضغوط الاجتماعية والنفسية الكبيرة واحدة من أهم أدوات التنفيس عنها هي العائلة.